السلام عليكم، ازيكم فنانين؟ يا رب تكونوا خير. معاكم كريم عادل. فيديو جديد اول مره اعمله هنا على القناه، وهو ان انا اعرض لكم الرسومات بتاعتي القديمه كلها، سواء اللوحات الكبيره او الاسكتشات الصغيره، واقول لكم على كل لوحه او على كل رسمه فيهم ايه الادوات اللي انا استخدمتها، لو اقلام رصاص او الوان او زيت، وكمان نوع الورق اللي انا استخدمته علشان نفيد بعض على قد ما نقدر باذن الله. المهم قبل ما نبدا في الفيديو بتاعنا، هنعمل مع بعض القرعه اللي انا كلمتكم عنها في الفيديو بتاع امبارح، وهي قرعه فريق الاشعارات. هنبدا نعمل قرعه عشان نختار سعيد الحظ اللي هيكسب معانا بورتريه مجاني. اتفقنا ان احنا هنعمل قرعه ونختار تعليق بالصدفه من فريق الاشعارات، يعني من التعليقات اللي بتيجي في اول الفيديو، وهيكسب معايا بورتريه مجانا، يعني هرسمه مجانا وهصور له فيديو للبورتريه وهينزل كمان هنا على القناه. فيلا بينا نشوف مين سعيد الحظ. ودلوقتي هنبدا مع بعض نعمل القرعه اللي انا قلت لكم عليها بتاعه فريق الاشعارات. هنبدا نحدد الاول كام كومنت، يعني نبدا نشوف الاختيار من كام كومنت. نخليه 20 ولا نخليه كام؟ يعني الاختيار هيكون بين 1 ل 20، مش اكتر من كده. ولا نخليه المره دي 30 مثلا، والمره الجايه نبدا نخليها 20. 20 ده يعني اول 20 كومنت، يعني هم فاعلين اشعارات وبيدخلوا بسرعه. وطبعا زي ما قلت لكم، انا عملت ميعاد ثابت للفيديوهات علشان اساعدكم اكتر، عشان ما حدش يكون لي عذر. يعني انا قلت لكم ان الفيديو كل يوم هيكون الساعه 4 بتوقيت القاهره، والساعة 5 بتوقيت السعودية والعراق، وعشان كله يعمل حساب، ولو كان من مصر يجي الساعة 4، ولو كان من السعودية والعراق يمسك الموبايل الساعة 5 بالظبط، ويبقى من فريق الإشعارات ويسيب لايك وكومنت. فالنهاردة مثلا نخليها، عشان أول مرة نخليها أول 30 كومنت، تمام؟ وبعد كده هنخليها أول 20 عشان يكون في تشجيع كده والناس كلها تحارب كده. هنخلي دي 30، يبقى كده من 1 ل 30، ونبدا ندوس اجراء القرعه. طيب انا مش هعملها مره واحده، هعملها 3 مرات، يعني هعمل مره واثنين والثلاثه، وفي الثالثه هناخد النتيجه ان شاء الله علشان يكون سعيد الحظ هو اللي يطلع معانا. يلا بينا. اول رقم 13، تعال نشوف ثاني رقم، نعمل ثاني. ثاني رقم 4. تالت رقم بقى هو سعيد الحظ اللي هيكسب معانا البورتريه الهديه اللي هنعمل له فيديو هنا على القناه. رقم 18، يا ترى مين سعيد الحظ صاحب الكومنت رقم 18؟ يلا بينا نشوف. هنفتح مع بعض الفيديو اهو، ده بتاع امبارح، وهنشوف النتيجه بتاعته كمان عمليا دلوقتي. نفتح الكومنتات عشان تشوفوا معايا، بس عشان ما حدش يقول اللي انت عاملها. نجيب الاحدث اولا، وننزل لاول كومنت تحت خالص. احنا كده نزلنا اول كومنتات يا فنانين. طبعا هنعد 18 كومنت، وصاحب كومنت رقم 18 احنا طالعين هو اللي هيكسب معانا ان شاء الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. بوسي وليد، بوسي وليد يا فنانين هي اللي كسبت معانا البورتريه مجاني. بوسي وليد، الف مبروك يا بوسي، حظك سعيد جدا جدا جدا. اتمنى تتواصل معايا على الانستجرام او تكتبي لي كومنت هنا، اتمنى اشوفه، بس المهم تتواصل معايا على الانستجرام، ولو ما شفتش تكلميني اكتر من مره لغايه ما اشوف، تمام؟ اتمنى تتواصل معايا عشان اخد منك الصوره وارسمها لك ان شاء الله، واعمل لك فيديو مخصوص هنا على القناه. الف مبروك تاني، وحظ سعيد لباقي الفنانين. ان شاء الله هكرر الموضوع ده على طول باستمرار، بس من غير ما اعرفكم بقى، يعني على طول كده هتلاقوني طالع في فيديو اقول لكم هعمل قرعه النهارده، تمام؟ عشان بس الناس تشتغل على طول، ومش هحدد الفيديو اللي انا هختار منه، يعني اي فيديو هتلاقوني طالع فجاه كده وبقول لكم انا هعمل قرعه النهارده، تمام؟ وزي ما قلت لكم ان انا حددت ميعاد معين لنزول الدروس كل يوم، وهو الساعه 4 بتوقيت مصر والساعه 5 بتوقيت السعوديه والعراق، يعني محدش ليه عذر بعد كده. انت تمسك الموبايل بتاعك في التوقيت ده وتستنى الفيديو ينزل عشان تعمل كومنتات ولايكات اول ما ينزل، وتنضم لفريق الاشعارات، يمكن يكون حظك حلو وتكسب معايا بورتريه مجانا ان شاء الله. عشان الفيديو ما يطولش مننا بقى، يلا بينا نشوف الرسومات. خلوني في البدايه ابدا معاكم الاول باللوحات اللي انتم بتشوفوها متعلقه ورايا في الفيديوهات، في البدايه بتاعت الفيديوهات. دي اللوحات الكبيره مش اللوحات الصغيره، يعني دي اصغر حاجه فيها مقاسها 30 في 40 تقريبا. بالنسبه لاول لوحه طبعا دي بالرصاص زي ما انتم شايفين كده. اللوحه دي انا رسمتها بعد توقف سنه كامله عن الرسم، يعني سنه كامله ما كنتش مسكت فيها قلم، يعني تقريبا كنت نسيت الرسم بسبب التجنيد. دخلت التجنيد عندنا الجيش، يعني وقفت سنه كامله عن الرسم ما بقتش برسم، ولما خرجت من الجيش على طول رسمت اللوحه دي زي ما انتم شايفين كده، منظور عشان المباني زي ما انتم ملاحظين كده. وطبعا كميه تفاصيل كان تحدي كبير قوي بالنسبه لي ان انا اكون متوقف سنه وارجع باللوحه اللي زي كده زي ما انتم شايفين كده.
فدي من اللوحات المقربه ليا جدا جدا بصراحه. دي استخدمت فيها ورق رصاص على ورق بريستول. نيجي لتاني لوحه، ودي كنت مشارك بيها في مسابقه على الانستجرام، رسمتها بالزيت على ورق كانفاس. ورق الكانفاس ده بيكون ورق مقوى زي ما انتم شايفين كده، مخصص للرسم بالزيت. والحمد لله اخدت من اللوحه دي المركز الاول. اللي كان متابعني من فتره يعرف المسابقه دي، والمفروض للجائزه كانت علبه بريزما، الوان بريزما خشب 150 لون، وللاسف ما قدرتش استلمها بسبب انها جت مصر هنا والجمارك حطت عليها مبلغ كبير جدا، رغم انها جايه لي هديه، لكن الجمارك كان طالبين مني 2700 جنيه عشان اقدر اخد العلبه دي. يعني تخيلوا انتوا جاي علبه جالكم هديه 150 لون هديه، والجمارك عندكم طالبين منكم 2700 جنيه. للاسف ما قدرتش استلمها ورجعت لهم تاني. نيجي لثالث لوحه، ودي من اللوحات اللي بحبها، دي بالالوان الخشب والباستل زي ما انتم ملاحظين كده. طبعا لو تلاحظوا في البشره هنا جي فيها سواد ما عدلتوش، طبعا السواد ده بسبب الله يسامحها نغم بنتي. نغم مسكت اللوحه وحطت ايدها على الباستل هنا، وجت حطت ايدها في الوش، وزي ما انتم شايفين كده بوظت الدنيا خالص. ايدها باينه اهي عند الدقن وعند الاوره هنا او الجبهه وهنا كمان، محتاجه تتعدل بقى، فانا راكنها دلوقتي لما افضلها عشان اعدلها براحتي. وزي ما انتم شايفين كده دي من اللوحات اللي بحبها جدا بالالوان الخشب والباستل. نيجي الرابع لوحه، ودي تعتبر من اللوحات القديمه جدا جدا عندي. دي رسمتها في فتره الفرح بتاعي من زمان جدا، يعني ممكن من 2017 تقريبا، من 2017. ودي كانت اول لوحه ليا رسمتها فري هاند، يعني بدون استخدام المحاور او اي حاجه او اي وسيله مساعده، رسمتها فري هاند وبالالوان الخشب على طول، يعني من غير ما اعمل اوت لاين بالالوان بالقلم الرصاص. ودي كنت عامل لها فيديو موجود على القناه هنا، لو حابين تشوفوه اكتبوا لي في التعليقات وابعت لكم الفيديو بتاعها. رسمتها من 2017، وكان تحدي ليا ان انا ارسم بورتريه كامل بالالوان الخشب من غير ما اعمل اوت لاين او من غير ما اعمل اوت لاين بالرصاص. كان تحدي كبير ليا، حتى لو تلاحظوا هتلاقوا اللي فيه اختلاف في المنطقه دي. وطبعا انا شايف اللي هو ده، يعني الحمد لله ادي نتيجه روعه روعه روعه، ان انا كنت لسه في 2017 يعني يعتبر مبتدئ بعد الجيش برده، وعملت نتيجه زي كده من غير ما اعمل اوت لاين، فده انا بعتبره تحدي كبير جدا يعني. وكنت راسمها كمان بالالوان فيبر كاستل العاديه اللي هي الرخيصه جدا، ارخص حاجه. فيعني بالنسبه لي الحمد لله كان تحدي كبير جدا، ومن اللوحات اللي بعتز بيها، رغم ان انا لو فكرت ارسمها تاني دلوقتي هتبقى بمستوى تاني خالص، بس مهما عدى الوقت انا بعتز بيها لانها كانت في بداياتي ومن الحاجات الجميله جدا جدا اللي انا عملتها، والحمد لله في ناس كتير عرفتني منها كمان. نيجي للوحه اللي بعد كده، دي كنت راسمها بالقلم الجاف، القلم الجاف الازرق بس بدون ما ادخل اي حاجه تانيه، زي ما انتم ملاحظين كده، من اللوحات الجميله برده اللي فيها تحس ان فيها سعاده كده، بتديك احساس حلو وانت بتشوفها. فدي من اللوحات برضو اللي انا بحبها، خدت وقت طويل، خدت مني شهر ونص تقريبا عشان اعمل التفاصيل دي. طبعا كلكم عارفين شغل الجاف بيحتاج وقت طويل جدا عشان نطلع النعومه ونطلع تفاصيل الشعر، يعني تفاصيل الشعر هنا زي ما انتم ملاحظين كده اتعملت مني، يعني خدت وقت كبير جدا. لو كنت رسمتها بالرصاص او بالفحم مش هتاخد، ما كانتش هتاخد الوقت الكبير ده، بس الجاف طبعا لازم الهدوء. دي برضو من اللوحات الجميله اللي انا بحبها. نيجي بقى الالوان الخشب تاني، دي كانت اول تجربه ليا استخدم فيها الالوان البريزما، هي مش كلها بالبريزما، استخدمت فيها الالوان البريزما مع الالوان الفبريكاست المائيه، وزي ما انتم ملاحظين كده مليانه تفاصيل. طبعا التفاصيل دي محدش هياخد باله منها في الصوره، يعني لما بصور الصوره وانزلها على الفيسبوك او حاجه عمر ما حد بياخد باله من التفاصيل دي، شايفين؟ يعني فيها تفاصيل رهيبه وللاسف بتتظلم في التصوير، بس هنعمل ايه بقى؟ يعني شايفين؟ تفاصيل كبيرة جدا جدا في العينين وفي الأنف في المنطقة دي بالذات، في الشعر كتير كتير، فيها تفاصيل كتيرة جدا. فدي برضو من الحاجات اللي اتظلمت شوية رغم إن فيها شغل عالي جدا يعني. نيجي بقى لحبيبتي دي، دي كانت أول لوحة كاملة ليا بالألوان الخشب، أول لوحة بعتز بيها جدا. وزي ما انتم شايفين كان تحدي برضو كبير جدا ان انا استخدم الالوان العاديه الفيبر كاست العاديه واطلع بيها تاثير الميه والنعومه اللي انتم شايفينها دي، شايفين النعومه دي؟ كانت في بدايتي يعني، كنت لسه مبتدئ، والحمد لله وفقت جدا فيها وعملت مستوى كبير جدا وعجبت الناس زي ما انتم ملاحظين كده اهو. حتى في الايد هنا عملت تاثير المايه، عملت زي كيرفات كده عشان تديني تاثير المايه، يعني انا اقصد الخشونه اللي في الايد هنا كده، لكن الوجه ناعم اهو زي ما انتم ملاحظين، وعملت تاثير المايه، استخدمت فيها الوان خشب على ورق بريستول، والمايه دي ما حطيتش فيها حاجه لكن خليتها بنفس لون الورقه. دلوقتي بقى احنا خلصنا اللوحات بتاعتنا الكبيره، هنيجي للسكتشات بتاعتنا، والسكتشات دي انا بفضلها جدا، اكتر سكتشات بفضلها هي سكتشات كرافت ارت باد، اهي كرافت بيبر يعني ورق كرافت. طبعا معظم شغلي فيه بالباستل والوان خشب، ده سكتش رسمته كريستيانو رونالدو، سكتش صغير جدا زي ما انتم شايفين كده، استخدمت الوان خشب وباستل.
من الشغل الحلو برضو اللي انا بحبه يعني. الخلفية كلها بس علشان اديها تأثير اللي هو الجمهور اللي قاعد ورا ده. نيجي لتاني رسمة واللي ناس كتير بتحبها طبعا وانا شخصيا بحبها، رسمة الراجل ابو انبوبة ده. طبعا معظمكم شفتوها، شفتوا حجم رأس الراجل قد ايه؟ قد عقلتين من صباعي تقريبا. يعني عشان اجيب التفاصيل دي كلها في الحجم الصغير ده كان تحدي كبير ليا برضو. والانبوبة تحسوا ليها واقعية، شايفين؟ اشتغلت على الانبوبة بحيث ان اطلعها واقعية بشكل كبير جدا. لو تلاحظوا كده شايفين تأثير البلور ده اهو، يعني لو بعت اللوحة كده بيبان ان الخلفية دي معزولة، نفس فكرة الكاميرا. لو قربت اللوحة كده بيبان بقى تأثير البلور اهو، الدمج. هي دي فكرة البلور. الخلفية دي انا كنت عامل عنها درس قبل كده عشان سألت كتير جدا ازاي نقدر نعمل الخلفية الضبابية دي، فعملت عنها درس. فاللي حابب يشوفه يكتب في البحث الخلفية الضبابية كريم عادل. وده سكتش صغير خالص للولد الصغير ده، مش عارف من اسوان ولا منين، شايفين التفاصيل في ايده. طبعا السكتشات دي كلها حجمها صغير، فتحدي ان انا اطلع الواقعيه في حجم صغير. يعني شايفين الخشب، لو تبص الخشب كده من بعيد تحس ان هو خشب حقيقي. فدي بتكون تحدي بالنسبه لي ان انا اشتغل في مقاس صغير، ده بيعلي مستواك اكتر. ودي طبعا من الدرس الاخير للرسم بقلم واحد، القلم الاحمر. معظمكم تابعتوه، اللي ما شافوش هتلاقوه نزلته من 3 ايام تقريبا. رسمنا بقلم واحد بس، يعني رسمنا البورتري كله ده بقلم واحد بس، وقلنا هنعتبره تحدي لنفسنا. نيجي بقى للسكتش الكبير، انا ما رسمتش فيه كتير هنا، نشوف مع بعض. اول رسمه اللي كانت للفنان الجميل يوسف فوزي، ربنا يشفيه يا رب. يوسف فوزي من الفنانين المحترمين جدا. رسمتها بالباستل والالوان الخشب. طبعا يعني الباستل بيلمع شويه، اللمعه دي مش موجوده فانا هحاول اديها لكم اهي كده، مش موجوده. استخدمت فيها باستل والوان خشب زي ما انتم شايفين كده. ده حجمه 30 في 40 او اقل شويه، او اظن اقل شويه، بس مقاس مناسب للصور اللي زي كده. تاني رسمه فيه كانت بتاعه الكورونا، سكتش الكورونا لو تفتكروه، لو انتم متابعيني على الفيسبوك او انستجرام شفتوه اكيد في الصوره. وعملت له فيديو هنا، عملت له فيديو هنا على القناه. وسكتش يوسف فوزي برضه عملت له فيديو على القناه هنا. معظم السكتشات دي عملت لها فيديوهات. ده في تفاصيل في البشره هنا محدش بياخد باله منها في الفيديو برضه، حاجات كتير جدا بتختفي في التصوير للاسف. وبس كده، دي كانت اخر رسمه معانا النهارده. بكده فنانين يكون الفيديو بتاعنا اتمنى اعرف رايكم في الكومنتات في رسوماتي، ان كانت حلوه ولا وحشه. محدش يبخل برايه تحت، واللي لسه ما اشتركش يشترك حالا في فارز الاشعارات عشان ينضم لفريق الاشعارات الكبير قوي بتاعنا. وطبعا اللايك والكومنت، واستنوا في درس بكره ان شاء الله الساعه 4 بتوقيت مصر والساعه 5 بتوقيت السعوديه والعراق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.